جوه قربنا عشان ادخلك.
على فكرة كل اللي هيقف في الشارع دي برضه هيجيبنا. Thank you.
حد عايز يطلع الشهادة دي التجنيد من مكتب التجنيد راح هو يعني مهندس ويعني عنده وحيد مثلا على بنت فراح قالوا له تعالى بالساعة 7 الصبح راح النهارده هو سافر من هنا الصبح يا سيادتك قالوا لي راح تعالى الساعة 7 الصبح هو بقى طبيب راح الساعة 10 Thank you.
الشغل غير الشغل. الشغل التاني ماشي خلاص، مش حاجة تاني. صورت بقى صورة تانية.